حظي التقرير الذي قدمه الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشياطين سي جين بينغ أمام المؤتمر الوطني 19 للحزب الشياطيني بإشادة العديد من السياسيين الأجانب. وقال السكرتير العام للحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في مقاطعة كيب الغربية جنوب أفريقيا في مقابلة تلفزيونية إن بلاده يمكن أن تتعلم الدرس وتأخذ العبر المفيدة من تجربة الحزب الشياطيني في حكم البلاد. أود أؤكد على أن ما جاء في التقرير الذي قدمه رئيس شي أمام مؤتمر 19 يمثل دعوة صارمة لفرض انضباط داخل الحزب، وهذه طريقة هامة تمكن الحزب الشيوعي من القضاء على الفساد. يوجد هناك في المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي العديد من التجارب التي تستحق الاستفادة منها. ونحن كحزب حاكم في جنوب أفريقيا يجب علينا أيضا أن نفرض قواعد صارمة على أعضاء الحزب لجعلهم أكثر التزاما ودعما لقيادته، وذلك من أجل خدمة البلاد والشعب بشكل أفضل. إضافة إلى تطرقه لتجربة الحزب الشيوعي الصيني في حكم البلاد، قال فايس إن اقتصاد الصين ينتقل من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية العالية الجودة، مضيفا أن هذه التنمية ترجع لتحول نموذج النمو وتحسين الهيكل الاقتصادي وخلق محفزات نمو جديدة، لافتا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من أوجه القصور والصعوبات مثل التنمية غير المتوازنة، لكنه رأى أنه في نهاية المطاف ستحقق الصين حلمها بالنهضة الوطنية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.